هنبص بس سريعا على الجزء بتاع السكرينينج لأنه هيجي عليه كلام في السؤال عشان ما نرجعلوش تاني. ظهرت كده ولا لسه؟ أيوة يا دكتور، تمام. ظهرت. نبص شوف الحاجات اللي تمنا فيها. هو طبعا هنا الجزء ده بتاع ريكومنديشن بيتحدث على طول، فهو دايما بيكتب تاريخ اخر حاجة اتقالت في الموضوع يعني. فيهمنا الحاجات اللي بتيجي عليها اسئلة كومون يعني. الابدومينال اورتيك انيوريزم السكرينينج بيبدأ عند 65 بالالترا ساوند. لو بيشنت ايبر سموكر حتى لو سكر، فدي سهلة بالنسبة لنا يعني، ما حصلش فيها تغيير. في هنا شويه ريكومنديشن للحاجات بتاع السايكاتري مش بالنسبه لنا مهمه. الاسبرين يوز تو بريفنت بري اكليمسيا، دي من الحاجات برضو الريسنت. الاسيمتوماتيك بكتيريوريا، هو جالهم الدور اللي فات يا دكتور الدبريشن في الادوليسنت موجود اظن تحت هنجيله. فاحنا يعني الجزء بتاع السايكاتري عشان هو مش من الحاجات الكومون يعني نبص عليها يعني. هنا الانكزايتي ديس اوردر مثلا في الادلت وفي الشيلدرن والادوليسنت كلهم جريد بي ريكومنديشن سكريننج. طبعا التولز اللي بتستخدم في السكريننج يعني ما بيتسالش عليها، بس احنا نبقى عارفين ان هو ريكومندد يعني. الاسبرين يوز تو بريفنت بري اكليمسيا، بناخد لو دوز اسبرين اللي هي بتاعه عند سن معين. أنه بتاع إيه؟ إيه اللي عند سن معين أذكره؟ الانكزايتي سكرينينج ده عند سن معين يعني المفروض. السؤال بيجي في إيه في إيه النقطة في السن؟ فيها سؤال في الحتة دي؟ في السن 64 سنة فأقل including the pregnant والبوستبارتم. أكتر من السن ده هنشوف بقى الديبريشن كمان شوية، هو ده اللي بيبقى more common في السن الأكبر جيرياتريك بوبليشن عموما يعني. بيقول لي كمان ان في الاطفال من سن 8 ل 18 برضو جريد بي ريكومنديشن ان انا اعمل سكريننج. فهو هنا بدون تفاصيل وبدون التول حتى المستخدمه يعني. برضو احنا عارفين الاسيمتوماتيك بكتيريا بتعمل لها سكريننج. البراكا ريليت كانسر، احنا البريست كانسر عموما ايه التغيير الميجور اللي حصل عشان ما ننساش. السكرينينج بيبدا من امتى؟ 40 40 ده الكلام الجديد بقى عشان ما نتلخبطش فيه يعني. بيتعمل كل قد ايه؟ يعني طبعا الكولون هو اللي نزل، هنشوف كمان شويه 40 سنه بدل 50. ما نيجي نشوف في الكانسر كولون سكرينينج دلوقتي، بس انا بقول نربطهم ببعض يعني. البريست كانسر بتعمل كل قد ايه؟ 2 years، كل سنتين. باينيل من سن الاربعين لحد الخمسة وسبعين، وده يعني ابريل 24. طيب السيرفايكال كانسر سكرينينج، وده هيجي في السؤال، بيتعمل كل قد ايه؟ هو الباب سمير 3 سنين من أول سن 21 لحد، هو مكتوب بس احنا بنقول عشان يعني ما ننساهاش يعني. من 21 لحد 65 عند سن 30 بيبقى فيه بس فاصل ان انا بعمله كل 3 سنين اللي هو السيتولوجي بتاع الباب سمير لوحده لحد من 21 لحد 30. طب من 30 بقى لل 65 ممكن اعمل الاثنين مع بعض كل 5 سنين. ده اضافه دي، بزود الهيومن بابيلوما فيروس سكريننج او تيستنج، فبطول المده الخمس سنين. هو هنا تفصيله بسيطه يعني ان هو ممكن يتعمل الون او ان كومباينيشن والسيتولوجي في حاله ايه ان البيشنت تكون هاي ريسك. لو هي هاي ريسك ممكن اكتفي بالهيومن بابيلوما فيروس، لو هي لو ريسك ممكن اعمل الاثنين. دي من 2018 زي ما هي ما اتغيرتش. طبعا احنا عارفين ان بعد سن ال 65 ايه اللي بيحصل في الباب سمير؟
بوقف. لو هي اخر 3 ريزلت نيجاتيف بوقف. ايوه بس. او لو حالة طبعا شالت السيرفكس. تمام. في الكولوريكتال كانسر دي من سنة 21 السكرينينج بيبدأ من عند مكتوبه 50 سنة نزلنا أول 45 45 وكان حتى بيتقال تفصيلة إضافية. إيه بقى بتاعت الهاي ريسك؟ آه اللي عنده فاميلي هيستوري لحد كان عنده كولوريكتال كانسر. اقل من 10 سنين وقت اكتشاف الشخص اللي في العيله اللي كان مصاب بالكولوريكتال كانسر. يعني لو جاي لي حد عنده حد في العيله اكتشف الكولوريكتال كانسر عند سن 50 هو يبدا السكريننج امتى؟ عند 40. عند 40 فهنزل كمان عن الريكومنديشن الموجود عندنا. طيب الدبريشن سويسايدال ريسك سواء من الدبريشن او من السكيزوفرينيا يعني. فبعمل لها سكرينينج من امتى؟ 18. هنا ده موجود في الادوليسنت والريكومنديشن من 12 ل 18 وفي الادلت جيرياتريك بيبيوليشن 65 سنه فاكتر او البريجننت والبوست بارتم هم دول الهاي ريسك جروبس. يعني هنلاحظ ان الانكزايتي هي بتبقى قبل السن ال 65. كمان الحاجة برضو المهمة الجيستيشنال دايابيتس السكرينينج عند الاسيمتوماتيك بريجننت بيرسون من سن او من وقت ايه ال 24 اسبوع. طالما حاجة مذكورة بالرقم كده لأن قبل كده بتتقال رينج يعني فاحنا نبقى فاكرين الرقم. برضو في حالة كومنديشن على الهيباتيتس بي وسي بالنسبة لنا هي أقل أهمية بس هو بيقول لي إن أنا ريكومند إن أنا أعمل أجينست الهيباتيتس سي فيروس من سن 18 لغاية 80 سنة. الهايبرتنشن سكرينينج إن أدلت أو عن سن 18 سنة أو أكبر من كده وزود نون هايبرتنشن. دي برضو من الحاجات اللي مش بتيجي كتير يعني سكرينينج بتاع الهايبرتنشن بس نبقى عارفين. اللون كانسر سكرينينج أحيانا برضو بيجي عن طريق اللودوز سي تي من عند سن 50 الخمسين للتمانين. كنا قبل كده بنقول إن الكات أوف بوينت للأشخاص المدخنين 30 بكبرير هو الوقت نزلت ل20. اي شخص مدخن فوق ال20 بكبرير في السن ده بعمل له اللودوز سي تي ريكومنديشن. يعني الاوبيزيتي سكرينينج في الاطفال والمراهقين من عند سن 6 سنين. الاوستيوبوروزس مهم وبيجي السكرينينج بيبدا من عند 65. امتى بعمل اقل من كده؟ هاي ريسك. هاي ريسك ايه الاهم الهاي ريسك للاوستيوبوروزس لو لقيته في حاله؟ السموكينج واللو بادي ويت وفي الفاميلي هيستوري. لو في عندي برضه بوزيتيف فاميلي هيستوري كده بقت هاي ريسك بعملها. طيب طبعا الفلورينيشن دي بيقعدوا يقولوا عليها دايما في البريفنشن اوف دنتال كيرز في الاطفال اقل من 5 سنين. السكين كانسر ليه سكرينينج ولا لا؟ هو المفروض ما فيش بس باستثناء وحيد لو في ناس بتتعرضوا للالترا وايلت ريز وهم اصلا فيرلي سكيند بيرسون بعملها من سن 6 شهور ل24 سنة. غير كده لو ما عنديش الريسك ده ما بعملش عشان ما نتلخبطش في الحتة دي يعني. طيب بتاع الديسليبيديميا احنا عارفين امتى ببدأ استخدم الستاتينز وامتى
اكيد دايما سمعنا الهاي انتنسيتي ستاتين والحاجات دي، ف دي مش في السكريننج، دي في الاستخدام. طيب في حاجة كمان، طبعا ريكومنديشن على التدخين في الاطفال، وان انا اسال كل حد بالذات السكول ايج تشيلدرن، ودي برضو تعتبر حاجه بالنسبه لنا غريبه يعني. دول اهم حاجه بالنسبه لنا يعني. الصفحه دي طبعا موجوده، ممكن تطبع بي دي اف يعني، فلو حد حابب بقى يعني ممكن احط اللينك نبص عليها كل شويه يعني. فاحنا قلنا الابدومينال اورتيك انيوريزم، قلنا الحاجات بتاع السايكاتري، قلنا البريست كانسر سكرينينج، قلنا السيرفيكال كانسر سكرينينج عشان نفتكر، الكولوريكتال، البريستيشنال ديابيتس، كمان اخر حاجه اتكلمنا عليها الاوستيوبروسس. لان كانسر زي ما قلنا في المدخن اكتر من 20 باك برير. نشوف بقى السؤال. دكتور لو سمعت، هو مش كان في عند سن 25 مش تقريبا الاورتك، الاورتك انيوريزم كان عند 25؟ ان انا اعمل سكريننج؟ لا، هو اصلا بيعتمد الابدومينال اورتيك انيوريزم على السن وعلى التدخين، فعشان اخد الوقت ده كله لازم اكون وصلت على الاقل لل 65 سنه، ولو مش مدخن ما بعملوش كمان. تمام ماشي. ان هو الريكومنديشن بتاع السكريننج بيعتمد على ايه؟ على ان انا هعمل انترفنشن يعني، انا في حاله زي دي هتدخل وابدا اعمل سيرجري ولا لا، هستعمل كونزرفاتيف تريتمنت. ف انا دايما الاعتبارات دي بتتحط في اختيار السكريننج يعني. نبص على ال كيس اللي معانا، هي هنا في ميل. احنا قلنا قبل كده برضو على الادلت سكريننج كان ميل، هنا في ميل 45 سنه، جاي الانوال فيزيكال اكزامينيشن، شي از فيري هيلثي، ما فيش سبيسيفيك كومبلينز، الباست ميديكال هيستوري سيجنيفيكانت للسيزونال الرجز، وهي ويل كنترولد، وكان معاها كمان انترميتنت ازما، شي از ماريد، عندها طفلين، نورمال سبونتينيوس فاجينال ديليفري، مفيش كومبليكيشن، تاخد مالتي فيتامين ديلي. كل ده معلومات انا بعرف منها او بفصل ليها السكريننج اللي انا هعمله او الحاجات اللي انا هعملها لها كاز بريفنتيف ميجر. بتاخد البيترول انهيرال وانهيلر وانتي ستامينز، فاميلي هيستوري سيجنيفيكانت فور هايبرتنشن وتايب 2 دايابيتس، انهير فازر تابوليك سندروم كده، بدات احط حاجات اهو، الديبريشن ان هير مذر اند سيستر، بريست كانسر دايجنوز هير ماتيرنال جراند مذر ات ذا ايج اوف 72، ذا بيشنت از ماريد، زوج، جيت ريجولر اكسرسايز، دازنت سموك او الكحول او اليس دراجز، في الاكزامينشن بلاد بريشر بتاعها كويس 129 79، البلس 74، البادي ماس اندكس 23.8 كده. دي تعتبر بالنسبه لي ايه في الويت او في الجريدنج دابستي؟ نورمال. الابدومينال ويست سيركمفرنس 32 انش، انا ضربهم طبعا في 2.5. انا بالنسبه لي لو البيشنت البي ام اي عالي ببص على الويست سيركمفرنس، ولو ان ده بيعتبر اندبندنت فاكتور يعني للابدومينال اوبيزيتي اللي هي اصلا بتبقى هاي ريسك للميتابوليك سيندروم، فهنا ده اقل من الفيميل. المفروض لحد كام سنتي الويست سيركمفرنس؟ حد فاكر؟ 30. انت حضرتك بتقولي بالانش ولا بالسنتي؟ ماشي، هي هنا 32. محتاجة انترفينشن ولا لا؟ لا، عشان عندي البي ام اي كويس. طب انا امتى ابدا اعمل انترفينشن لو الويست سيركمفرنس زايد؟ سمعنا اكيد عن الويست هيب ريشيو، بستخدمه امتى؟
ما بقى شاكك ان انا عندي سنترال اوبيزيتي اللي قلنا عليها اللي هي بيسموها الميل تايب اوبيزيتي اللي هي بيبقى شكل التفاحه بالتشبيه، يعني ان معظم الاوبيزيتي موجوده حوالين المنطقه بتاع الابر ويست. لو الفات موجود في المنطقه بتاع الهيبس اللي هي بيسموها الجاينيكويد اوبيزيتي، دي طبعا الريسك منها قليل جدا. فانا لو شكيت ان انا عندي اكيميليشن اوف فات بعمل الويست هيب ريشيو. تمام كده؟ تمام. نشوف بقى الجزء المهم، الأسئلة. إيه السكرينينج للكارديوفاسكولار ديزيز اللي عامله البيشنت دي؟ إحنا نفتكر إن هي عندها فاميلي هيستوري هايبرتنشن ودايبيتيس. عند مين؟ عند الأب. لكن هي شخصيا لا هي مدخنة ولا في اوبيزيتي، بلود بريشر بتاعها كويس. هشوف البلود بريشر والهايبر ليبيديميا، اشوف الهايبر. بعمله من امتى عشان ده برضه ما قلناهوش في السكرينينج؟ هل في ريكومنديشن ان انا اعمل سكرينينج فور ديس ليبيديميا في الفيميل؟ في الفيميل من 45 بزود عن الميل 10 سنين. هي سنها اصلا دلوقتي 45. تمام. طيب الكرونيك ديزيزز من ضمنها طبعا بيتحط الدايبيتس، هل انا محتاج اعمل لها سكرينينج فور دايبيتس ولا لا؟ ايوه، علشان اكتر من 40 سنه وعندها فاميلي هيستوري. بس عندها ريسك فاكتور ومعديه سن ال 40 سنه، ممكن اعمل الفاستنج واعمل التراكمي الهيموجلوبين A1C. تمام. احنا قلنا الكارديوفاسكولار بنقيس البلد بريشر ميجرمنت، هو متقاس اصلا في الحاله، البودي ماس اندكس هو معمول في الحاله، الابدومينال ويست سيركمفرنس برضه ده معمول في الحاله، وزي ما قلنا ده بيعتبر اندبندنت ريسك فاكتور لوحده عن الاوبيزيتي. وبعمل النون فاستنج ليفيد ميجرمنت، اذا لقيت في اي ابنورماليتي بعمل الفاستنج. طبعا الفاستنج بيأثر اكتر على الكوليسترول ولا الترايجليسرايدز؟ ولا الاثنين؟ اكتر على الترايجليسرايدز. فهو النون فاستنج هيبقى بالنسبه لي في الكوليسترول قريب من الفاستنج، ف لو في اي ابنورماليتي هيبقى سيجنيفيكانت يعني. طيب الحاجات اللي بتتعمل اجينست كانسر طبعا في الفيميل، ما انساش التو ميجور كونسرن بالنسبه لي هي الماموجرام والباب سمير، وقلناها بالديوريشن ده كل سنتين بنبدا عند سن 21. ده البريست ولا السيرفايكل؟ سيرفايكل 21. هي دلوقتي عند 45 سنة تقدر تعمل الهيمن بابلوما فيروس مع الباب سمير كل 5 سنين، مش دي قلناها؟ يا تعمله كل 3 سنين يا اما تزود معاه الاتش بي في وتعمله كل 5 سنين، صح كده؟ تمام يا دكتور. الاميونيزيشن زيها زي الادلت قلناها قبل كده، اهم حاجه بالنسبه لي التي دي اي بي، النيوموكوكل انفلونزا كل سنه. طبعا التي دي اي بي بيتاخد اذا ما كانش اتاخد البوستر دوز في اخر 10 سنين او لو ما كانش معروف، بالذات لو حصل اي انجري. النيوموكوكل اللي بيفضل البوليساكرايدز، ممكن اعمل هيباتيتس اي وبي فاكسينيشن لو الحاله ما كانتش خدت بالذات السيريز بتاع الهيباتيتس بي. طيب نشوف كده عشان هنا ما عندناش معلومات كتير جديده، يعني نشوف الاسئله المسكيو.
وهنا كمان برضو الكونسيرن بتاع الاوستيوبوروزيس ما ننساهوش في الفيميل، ودي قلناها عارفين انه بيتعمل بايه، ديكسا سكانينج تي سكور اوستيوبينيا من سالب واحد لسالب اتنين ونص، اوستيوبوروزيس اقل من اتنين ونص. طيب نشوف كده، دي بقى فيميل بيشنت 21 سنة بريزنتس فور هير فيرست باب سمير، خدت ال HB vaccination series at the age of 19، هو ده البداية بتاعته المفروض، assuming that her examination and باب سمير results are normal. امتى تعمل الباب سمير تاني؟ في خلال 6 شهور. As the first baby smear should be repeated within 1 year to reduce the false negative، ولا في سنة ولا في 3 سنين إذا كان normal، ولا في 5 سنين وبتضيف معها ال HB vaccine، أو هي خدت ال HB أصلا يعني. قلناها بقى تابعين ولا هذا كده؟ متابعين حضرتك. امتى بكرر الباب سمير؟ في واحده لسه عندها 21 سنه. كان في المسكر لو في حصل اتش، هو ما هو ضيقه بيقول لي نورمال، ما بيقوليش ان حصل فيها ايه ابنورماليتي يعني. الابنورماليتي دي بقى في موضوع السيرفايكال كانسر سكرينج ده لوحده بقى، لو في اي اتش بعمل كولبوسكوبي والحاجات اللي قلنا عليها دي. عندما هنا اللي هو 3 سنين بس ما بطولش المدة ال5 سنين، هي التركية هنا في السؤال، لأنه بيقول لي أنها خدت الـ HB vaccination فده بقت low risk. لا ده ما بيغيرش المواعيد، مقصود بيها كده يعني. لما نعدي الـ 30 سنة ممكن نعمل بقى الـ HBV الـ antibodies بتاعته، ممكن ده طولها لـ5 سنين. female patient gravida 2 بارا 1 سنها 32 سنة، هي دلوقتي يعني بارا 1 معها طفل، gravida 2 للحمل الثاني عند الأسبوع الـ 12 being seen for her prenatal visit. الـ examination لقيت bruises على الأرم والنيك أريا. هو هنا ده واضح إنه بيسألني عن إيه، عن الـ violence، لأن أنا في الفيميل ده concern يعني. الريسك فاكتورز اسوسييتد ويز انكريزد انتيميت بارتنر فايولنس، ممكن دي حاجه هل البريجننسي بيزودها، ولا لما السن بيكبر، ولا الهاير انكم، ولا المريتال ستيتس؟ بريجننسي. ليه؟ هم خاصين الفيميل في التشايلد بيرينج بيريود وفي واللي هم الاولدر. بالظبط، البريجننسي في حد ذاته هو ستريسفول لايف ايفنت، عكس ما احنا متوقعين يعني، او اللي بيحصل في العاده ان البريجننسي ممكن يخلي العلاقه بين الام والاب كويسه. لا بالعكس، ده ممكن يبقى لو انا اصلا عندي انتيميت بارتنر فايلنس ريسك، البريجننسي بيزوده مش بيقلله يعني. تمام. السكرينينج بتاع البريست كانسر ايه اللي صح؟ بعمل بريست سيلف اكزامينيشن بيقلل المورتاليتي ريت، الكلينيكال بريست اكزامينيشن مع الروتين ماموجرامي بيحسن المورتاليتي ريتس، موست ابنورمالز فاوند روتين ماموجرامي او نوت بريست كانسر، العدد القليل منها بس هي اللي بتبقى دينجرس يعني، سينس بريست كانسر ريتس انكريز ان اولدر وومن there is no other age at which the breast cancer screening may be discontinued. عايز يقول لي يعني انا ما بوقفش السكرينينج مدى الحياه. احنا شفنا بقى الريكومنديشن يعني. فايه ايه اللي صح في دول؟ اكيد عارفين مبادرات صحه المراه والحاجات دي بيتقال فيها معلومات، هنشوف انها فيها حاجه غلط يعني. هو البريست سيلف اكزامينيشن لا ما بتعملش، ما انصحش بيه يعني. هو يعني احنا لازلنا بنقول عليه وبنحطه في الهيلث اديوكيشن، بس
حاليا بقى هو بيطلع وبيزود فولس الريسك بوزيتيف ان هو كتير. تاخد بايوبسي او كده. ايوه تدخل في سيرجري بدون داعي يعني. طيب لما اعمل ماموجرافي ومعاه او ماموجرافي ومعاه البريست اكزامينيشن ان كلينيك ده افضل برضو؟ لا ليه بقى مع ان المفروض بعمل سكريننج؟ ايوه ليه طب ما اعمل ماموجرافي فعلا كويس. بقول احنا بنفكر يعني. طب بالنسبة لسي هل الماموجرافي بيطلع فولس بوزيتيف ريزلت كتير؟ لان هو بيقول لي معظمها مش بريست كانسر اصلا. صح. طب اللي بعدها يا دكتور مش المفروض الماموجرافي هو الدايجنوستيك؟ لا هو سكريننج اه دايجنوستيك سكرين. بايوبسي. ما بنقولش بريست كانسر بدون بايوبسي يعني. انت السكريننج بالايمجينج اقصى حاجه اقول عليه ان انا لقيت اي تغيرات في الاشعه، انما ما اقولش عليها كانسر. هشوف هو اختار الاجابه سي لازم اعمل بايوبسي او سنين بالظبط. بايوبسي. هو الاصح هي سي. انا عندي ابر ليميت طبعا للسكريننج بتاع البريست كانسر، ما بكملوش مدى الحياه. لو حطيت اكزامينيشن مع الماموجرافي مش بتاثر في المورتاليتي ريت طبعا، زي ما الدكتورات البريست سيلف اكزامينيشن مش بيفرق، ده بالعكس ممكن يطلع معايا فولس بوزيتيفز كتير. موست ابنورماليتيز في الماموجرافي از نوت كانسرس، بتحتاج فيرزر imaging studies و testing biopsy زي ما قلنا كده. ال breast self examination ما بيقللش ال cancer mortality ولا ال clinical، بالذات لو اضاف مع الماموجرافي فالفرق بينهم ما بيبقاش كبير، فهو مش منصوح بيه. المفروض ان ال upper limit بتاع ال screening بيعتمد على ال individual base، بالذات لو انا عندي risk factor بالذات ال positive family history. طيب آخر سؤال بقى عشان ما نطولش على حضراتكم. الـ female patient وده برضو ليها علاقة بالباب سمير يعني، presents for annual examination she had a supraclavicular supra cervical أنا آسف hysterectomy. supra cervical يعني ايه؟ يعني انا السيرفكس لسه عندي موجود ما راحش يعني. باب سميرز والاتش بي في every 5 years من سن العشرين، هي الوقت عند 48 سنة. she read on the internet that women who have had hysterectomy مش محتاجة باب سمير. ايه الصح في اللي جاي ده؟ هقول لها you no longer need to get باب سميرز لان انت عملت hysterectomy. دي صح ولا غلط؟ لا دي غلط. صح. دي غلط لان هي عملت هيستريكتومي بس سوبرا سيرفايكل. you should continue to have baby smear every 3 years في الميعاد المعتاد. سيرو هيستريكتومي is an indication to shorten the interval of testing. يعني انا بعمل 3 سنين عشان هي عامله هيستريكتومي ولا هو اصلا بيتعمل كل 3 سنين؟ اللي بعدها you should continue to have baby smear co-testing كل 5 سنين عشان ده مش بيستبعد او السكريننج ريكومنديشن في اليانجر ايج جروب. ولا اعمل الانيوال باب سمير يعني كل سنه until the age of 50 if they are all normal you can stop having them at that time. وهنا بيلعب على النقطه اللي احنا قلناها ان انا بعرف امتى ابدا وامتى انتهي وامتى اوقف السكريننج وايه الحاجات اللي تخليني زي التوتال هيستريكتومي اللي متشال مع السيرفكس. فهنا ايه الاصح في الجمل دي؟ سي دي الاصح. يعني بيقول لي الومن هو هاف هيستريكتومي وذ ريموفال اوف سيرفكس فور بيناين انديكيشن ممكن توقف الباب سمير طالما شالت السيرفكس، انما اللي عندها سيرفكس بغض النظر هي شالت الرحم ولا لا بنكمل
سكرينينج في ميعاده، بوقفه عند سن 65 زي ما قلنا اذا كان في اديكوت سكرينينج في اخر 10 سنين او اخر ثلاث عينات طلعوا نورمال، او لو انا عامل كو تيستينج ممكن اكتفي بالعينتين واخر واحده من 5 سنين زي ما قلنا الهستريكتومي الون مش انديكيشن ان انا اوقف بابسمير. هيجي كلام تاني بقى على الريزلت بتاع البابسمير واعمل ايه مع الحالات، يعني هنراجعها تاني ان شاء الله لوحدها. يعني نوقف لحد كده عشان ما نطولش، وان شاء الله المرة الجاية يعني زي ما حضركم تبقوا فاضيين ناخد كيس 12 بإذن الله. في اي سؤال او استفسار ولا ما نقفل؟ لا يا دكتور، ان شاء الله هنراجع المعلومات الكتير ان شاء الله بإذن الله. لا احنا هنبص على ما في العيشة، هنبص عليها بصة أخيرة يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جدا، شكرا لحضرتك. سلام.